بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتاب الاحتجاج روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام أنه لما أجمع الأول والثاني على منع فاطمة عليها السلام فدكى وبلغها ذلك لاذت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأوا ذيولها ما تخرموا مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخلت على الأول وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءه فجلست ثم أنت أنه أجهز الأجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله فعاد القوم في بكائهم فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت عليها السلام الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوق آلاء أسداها وتمام منن أولاها جمعني الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بأجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته تعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بما يلي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور وما
ومعرفة بمواقع الأمور، ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكثا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها. فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم. ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدنيا من تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. صلى الله على أبي نبيه وأمينه وخيرته من الخلق وصفيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت عليها السلام: أنتم عباد الله نصبوا أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم، زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، قائدا إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة، وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام
الأيام منسأة في العمر ومناتا للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت عليها السلام: أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدعا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يجفو الأصنام وينكث الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع، وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله، بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ بجناحها بأخمصه، ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، سيدا في أوله
أوليائه، مشمرا ناصحا مجدا، كادحا لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون، آمنون تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاويم، ونبغ خامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين. فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغزره هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللعزة فيه ملاحظين. ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، ووردتم غير مشربكم. هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر ابتدارا. زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهيهات منكم، وكيف بكم، وأنى تؤفكون. وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة، وأحكامه زاهرة، وأعلامه باهرة، وزواجره لائحة، وأوامره واضحة. وقد خلفتموه وراء ظهوركم، أرغبة منه تريدون، أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تستسكن نفرتها، ويسلس قيادها، ثم أخذتم تورون وقدتها، وتهيجون جمرتها، وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين الجلي، وإهمال سنن النبي صلى الله عليه وآله، وإهمال سنن النبي الصفي، تشربون حسوا في ارتغاء، وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء. ويصير منكم على مثل حز المدى، ووخذ السنان في الحشا، ووخذ السنان في الحشا. وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته أيها المسلمون. أأغلب على إرثي يا ابن أبي فلان؟ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئتم شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم
حفظتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا عليه السلام إذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون أن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد بن عبد الله والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم رمت عليها السلام بطرفها نحو الأنصار فقالت يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول أتقولون مات محمد الله أتقولون مات محمد فخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته وأكدت الأعمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عندما فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلنوا بها أعلنا بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي ممساكم ومصبحكم يهتف في أفنيتكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيهن بني قيلة أأهضموا تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع ومنتدى ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة وعندكم السلاح والجنة توافيكم الدعوة فلا تجيبون وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم الأمم وكافحتم البهم لا نبرح أو تبرحون نأمركم فتأمرون حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت ثغرة الشير وسكنت فورة الإفك وخمدت نيران الكفر وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين فأنا حزتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكصتم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان بؤسا لقوم نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعة ونجوتم بالضيق من السعة فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة التي خامرتم والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ وخور القناة وبثة الصدر وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخوف باقية العار موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعلموا إنا عاملون وانتظروا فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون فأجابها الأول وقال يا ابنة رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا كريما رؤوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخائلفك دون الأخلاء
الله آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم. لا يحبكم إلا سعيد ولا يبغضكم إلا شقي بعيد. فأنتم عترة رسول الله الطيبون الخيرة المنتجبون على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا. وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقك. والله والله ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عملت إلا بإذنه. والرائد لا يكذب أهله وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا إنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة وما كان لنا من طعمة من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه. وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتلون بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي عندي. وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك لا تزوي عنك ولا ندخر دونك. وإنك أنت سيدة أمتي أبيك والشجرة الطيبة لبنيك. لا ندفع ما لك من فضلك ولا يوضع في فرعك وأصلك. حكمك نافذ فيما ملكت يداي فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك؟ فماذا ردت الزهراء؟ فقالت عليها السلام سبحانك الله ما كان أبي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا بل كان يتبع أثره ويقفو سوره. أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا يقول يرثني ويرث من آل يعقوب ويقول وورث سليمان داود وبين عز وجل فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابرين. كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فقال الأول صدق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصدقت ابنته أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين
وعين الحجة، لا أبعد صوابك ولا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلت، بت وباتفاق منهم أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر، وهم بذلك شهود. فالتفتت فاطمة عليها السلام إلى الناس وقالت: معاشر المسلمين، المسرعة إلى قيل الباطل، المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم، وساء ما به أشرتم، وشر ما منه اغتصبتم. لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا، إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون. ثم عطفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله وقالت: قد كان بعدك أنباء وهنبثة، لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب. إلى أن قالت: فأنت خير عباد الله كلهم، وأصدق الناس حين الصدق والكذب. وكان جبريل روح القدس زائرنا، فغاب عنا فكل الخير محتجب. ضاقت علي بلاد بعدما رحبت، وسيم سبطاك خسفا فيه لين نصب. فأنت والله خير الخلق كلهم، وأصدق الناس حيث الصدق والكذب. كأني بها عند قبر أبيها رسول الله، باكية شاكية منادية ومحمدا وأبتا وثكلا: بعدك يا رسول الله. صاحت: يا ابو إبراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأم عهودنا ونسيت المعروف. بصاب ضرباني وعلي قاده مكتوب، مغدور حقه والورث يا ابوي مغصوب. دق عدعاين ساعدي ولطمت عيوني، وصوت العبد والرام يا ابو القاسم متوني. هجموا علي داري وما حد وقف دوني، بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذو. شحتم البويا من مصابي وكثر بلواي، فقدك وغصب المرتضى وحنت يتامى، وكسر الضلع والسقط جنيني من حشاي. نهبة ونحلتي وصابرة والصبر كم دور كم دور، أنا تصبر وقلبي كله جروح، والثاكل بيام الله يمنعوها من النوح. يا ياب
بكل يوم اخذ الصبطين واروح بين القبور ابكي ونرجع وقت الغروب. يا ظلالي الضاف العدا قطع وظلالي اقعد بحر الشمس من حالي يا اطفالي وارجع وعاين من براك يا ابوي خالي وما اشوف ليل نهار غير هموم وكرب. ابا يا رسول الله مر على عبد ضربني ضربني ومن ضربته للقاعد ابني ولا راقب الله ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني وانا وين انت رحت يا ابوي عني اي والله وين انت رحت يا ابوي يا عني انا بوقف على قبره بنعي وبناديه يا سوري ويا منعي اني شمس ويا يكسرون ضلعي ضلعي اني شمس ويا يكسرون يا ضلعي. ثم انكفأت عليها السلام وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه. فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليه السلام يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبلغة ابناي لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع خرجت كاظما وعدت راغما أضرعت خدك يوم أضعت حدك افترست الذئاب وافترشت التراب ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي عذيري الله منه عاديا ومنك حاميا وإلهي في كل شارق وإلهي في كل غارب مات العمد ووهن العبود شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي اللهم إنك أشد منهم قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا ويل لك بل الويل لشانئك ثم نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري
فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون وما أعد وما أعد لك أفضل مما قطع عنك فاحتسب الله. فقالت عليها السلام حسبي الله وأمسكت. وفي مثل